نرفعوا اذان العشاء فقط خبر نقراه معناتها على المباشر من غير ما نحلوه. مصطفى راج مؤخرا في عديد مواقع التواصل الاجتماعي: دائرة المحاسبات تكشف عن فضيحة، اجور مضاعفة للمتمتعين بالعفو التشريعي العام وانتدابهم غير قانوني. هذا المصدر هو جريدة الحصاد. دونك تم الكشف عن اخلالات عديدة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وجرايات تقاعد المتمتعين بالعفو التشريعي العام واجراء انتدابات بصيغ غير قانونية خلال التقرير الرقابي لدائرة المحاسبات. دائرة المحاسبات حسب الجريدة، هاي الجريدة جريدة الحصاد التونسي، دونك موجودة اكسيسيبل للناس الكل. وكشف التقرير ان المنتفعين بالعفو التشريعي العام انتفعوا بجرايات مضاعفة لبعض السنوات ما بين 2012 و2017، وتمت تصفية جرايات بعض المنتفعين بالعفو بإعادة احتساب فترات نشاط سابقة ان انتفع بها المعنيون، مما ترتب عنها تسوية فترات نشاط بصفة مضاعفة. نرفعوا مباشرة اذن صلاة العشاء.